كيس المبيض. ناس كتير عايزة تعرف إيه الفرق بين كيس المبيض وتكيسات المبايض، وهل فرق كبير وجوهري ولا لا؟ أكيد. إحنا في الصورة الأولانية قلنا إنه عدد، يمكن حتى باستخدام لما قلنا في تكيسات المبيض في تعريفها في الروتردام كريتاريا قالوا إيه؟ قالوا بالسونار الحديث 20 بويضة في كل مبيض. لكن إحنا بنتكلم دلوقتي مش تكيسات، بنتكلم كيس على المبيض، فهو كيس واحد. إذن يختلف جملة وتفصيلة. كيس المبيض ممكن يبقى كيس وظيفي، كيس مية عادي، وممكن يبقى فوليكل من الشهر اللي فات انربشر، ما ربشرتش فعملت كيس مية. ممكن يبقى كيس دموي، يبقى اندومتريوما اللي هو الاندومتريوزيس، كويس؟ تمام. إذن عندي اختلاف شاسع ما بين تكيسات المبايض اللي ممكن حاجة نقدر نقول عليها علاجها بطريقة، ولكن كيس على المبيض يختلف عليه الآراء. بمعنى حجمه قد إيه؟ هتدخل جراحيا ولا دوائيا؟ كل الاكياس هيأثر على الانجاب بغض النظر عن نوعه؟ هو مش هيأثر على الانجاب الا اذا. برافو عليك. لو انا النهارده حجمه كبير، خد كل حجم المبيض بتاعي، يعني لو حجمه اكتر من 5 6 سنتي، فده عمل اكيوبايد لكل المبيض، المبيض اتملى بالكيس ده، فالكيس ده ما اداش مكان للتبويض انه يحدث. طب انا عندي مبيض تاني. ما هو احنا لما اجي انشط التبويض واجي اشتغل على التبويض هيكبر ده معايا في التنشيط تاني. تمام. لانه ريسبونس للاستروجين بتاعي، لو انا عليت هرمون الاستروجين نتيجه تنشيط التبويض اذا انا بضره كمان. لو ام بتشوفنا دلوقتي وشافت بنتها عملت لها سونار ولقت ان في كيس على المبيض، ما تتدخلش الا اذا. حجم الكيس ده قد ايه؟ لانه عندنا لغايه 5 سنتي اوبزرفيشن، سيبه هيروح لوحده. يعني اقل من 5 سنتي سيبيه. لو كان كيس ميه، ما بتكلمش على الكيس الدموي ولا كيس الشوكولاته، لا انا بتكلم على وده الطبيب اللي هيحدده. السونار مع الطبيب طبعا، الطبيب هو اللي هيقول، السونار هيحدد لنا ده نوعيته ايه وهنقدر نمشي في اي اتجاه بالظبط. تمام دكتور، خلينا ناخد الصوره اللي بعدها. يعني الصوره اللي بعدها دي موضوع كده مثار، مش عارف هل ما زال يعني يحجز مكانه في الفحوصات الخاصه بتاخر الانجاب، وهو الاشعه بالصبغه. هو صوره جميله، بس يعني عايز اقول ان 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 مش هقول لك بطلناها، يعني بقت باستخدامها اقل كتير من الاول. هو الانديكيشن بتاعها طبعا، يعني لو احنا عايزين نبسط للمشاهدين، دايما احنا بنلجا امتى لاشعه الصبغه؟ هنلاقي ان اي سيده في الدنيا عندها مبيض، عندها رحم، عندها انبوبه. اهم فحص عندي لو السيده دي انجبت قبل كده وعندنا مشكله، ان الست دي عندنا مشكله سكندري انفيرتيليتي، يعني عندنا عقم ثانوي. تمام. يعني ولدته بعد ما جابت الطفل، اول حاجه تتبادر الى ذهن الطبيب ان نعمل اشعه بالصبغه اشوف الانابيب اخبارها ايه. ما زالت تحتفظ بمكانها ولكن نسبياً. قلت ليه؟ لان احنا بدانا نستخدم مع اجهزه السونار الحديثه ان انا اعمل حاجه اسمها سلاين، احقن سلاين يبين لي الدنيا كلها. انا كده ليه؟ لان اي ست بتشوفنا دلوقتي اشعه بالصبغه دي بالنسبه لها حاجه مخيفه جدا، يعني معذورين. حاجه مقلقه ومخيفه وحاجه صعبه، يعني معذورين. وانه حتى مراكز الاشعه دلوقتي بتستخدم تخدير عشان كلي عشان الأشعة. فانا طيب. بقول انه ما بقاش نعتمد عليها الا في حاجات صغيره، ما بقاش زي الاول. يعني معانا اتصال من الاستاذ محمد. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. مساك الله بخير يا اخوي. انا اتفضل. سامعينك. اتفضل. انا عندي، طال عمرك انا متزوج من 3 سنوات تقريبا. تمام. والحرمه ما حصل حاجة.